هذه الأوراق مبعثرة هنا وهناك يحذر التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا. ساعة قليلة تفصلهم عن الموعد المصيري، الوقت يقترب والضغط يتضاعف. دراسة الدار العجوز واحد تقرا منا، تما قدمت قراي ما تقدريش، كما نقول لك لازم تقراي حتى الدقيقة الأخرى. القمام غدو يقول لك تريح ولا لا ما تقدريش، لازم تعاودي تريفيزي من دراهم جديد. زد عندنا بزاف دروس من هكذا تسمى يروحوا لك. جوزت وانا العام اللي فات تسمى استرست ما عنديش، ما بقات لي غير لابريسيون تاع راجعت هادي نسيت هادي تسمى الوسواس ما تاع الا قريت هادي الا قريت هادي لاش فيت على هادي لاش فيت على وشويه في الحفيظه. سي يدوك شويه لابريسيون ويت صحابك برا العيبات برا او قريب او قريب. هي على باز ما كان والو. دخل للدار يهدروك غير على الباك، برا ثاني يهدروك غير على الباك، بالصيف تلقى لابريسيون. وسط هذه الحالة النفسية يحاول بعض الأساتذة تخفيف الضغط على المترشحين، تارة بالمراجعة سويا وتارة أخرى بتقديم النصائح. الحالة النفسية متفاوتة ومتقاربة وأحيانا مختلفة من شخص إلى آخر. بالنسبة للطلبة اللي حضروا عام كامل راهم مرتاحين نفسيا وراهم يكملوا في اللمسات الأخيرة وفي التحصيل النهائي، بينما التلاميذ اللي تسمى بداوا متاخرا شويه عندهم ارتباك. هذا الجيل صار يخاف من البكالوريا، يعني صارت بالنسبه ليه شبح، وحنا حبينا نحو هذه الصوره تاع شبح البكالوريا اولا الاخيره، وحنا رانا بصدد الحضور معهم وتحضيرهم حتى يعني نحاولوا نحدوا الى اقصى حد من هذا الضغط النفسي على الطالب. البكالوريا جسر المرور الى الجامعه، وكل مترشح يامل ان ينجح باي طريقه ولو على حساب راحته النفسيه.